وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم مثل يقول: شخص يريد أن يتزوج امرأة هندوسية وهو يعلم تماما أنها بعد الزواج ستسلم، فهل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز الزواج بها، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فنقول: أخي في الله، اتق الله عز وجل ولا تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولا يزينن الشيطان لك ذلك. وأخشى عليك من قولك وهو يعلم تماما أنها ستسلم بعد الزواج أن يكون هذا من التألي على الله ومن ادعاء علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فاتق الله أخي الحبيب الفاضل في الله، ثم تذكر ما أحل الله عز وجل لك من الزواج، كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا من أحل الله تبارك وتعالى من اللاتي يتزوج بهن، فبين ربنا عز وجل ذلك فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وعليك أن تجعل من يدعوها إلى الإسلام وأن يبين لها إن أسلمت أنه يجوز أن تتزوجها، ودون ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها. وعليك أن تطبق قول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليك أن تطبق أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعليك بتقوى الله، فإن من اتقى الله جعل له المخرج ولو انطبقت السماء على الأرض، كما قال حسن البصري، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية. فاتق الله أخي الحبيب ولا يجوز لك أن تتزوج منها. وقال الطبري وغيره: وهذه الآيات فيها دلالة على تحريم الزواج من غير الكتابيات، اليهوديات والنصرانيات من غيرهن حرام، فلا يجوز الزواج بهندوسية ولا هندوكية ولا مجوسية ولا شيوعية ولا مشركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وقد دعوانا الحمد لله رب العالمين.